السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق التكنولوجيا في كل مكان، دمتم يا رب بخير. أهلا بكم في فيديو جديد. في الفيديو ده إن شاء الله تعالى هنقل لكم تجربتي في التحويل من ADSL إلى VDSL، وهنتكلم بمنتهى الاستفاضة عن WeSpace، السرعات الجديدة والباقات الجديدة بقى والكلام ده كله، وهنصحك إن أنت تحول ليها أو لأ. خلونا نبدأ. الفيديو ده برعاية وي. جماعة ما قصروش فشحنولي كارت بخمسة وقالولي انت بطل اعلاناتنا لمدة 5 سنين يا راجل. قلت لهم مكان الاستاذ كريم عبد العزيز؟ لا 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 مش ممكن، انا شخصيا بحبه، انا هتفرج على نفسي انا واسيب كريم. طيب خلونا نتكلم جد شوية. ايه اللي خلاني اخد قرار ان انا احول من الـ ADSL للـ VDSL؟ وطبعا يعني خلونا ابدأ معاكم القصة من الاول. قصة باختصار شديد جدا الطمع. زي ما بقول لكم كده الطمع. احنا بندفع 282 جنيه في باقة ال 200 جيجا وسرعة اب تو 16 ميجا. هل 16 ميجا بقى بيوصلوا الكلام ده كله؟ والله انا سايبهم لضميرهم، انا ما ببصش وراهم يعني، بس انا بعمل داونلود ب 1.5 ميجا بير سكند او 2 ميجا بالكتير، يعني 2 ميجا بير سكند، وده طبعا بيظهر لك على برنامج الاي دي ام مانجر. ايه اللي حصل؟ ما انت بتحمل كويس والدنيا كويس. وهل السؤال بقى اللي المفروض يتسال هنا، هل الباقه بتكمل معاك الشهر ولا بترجع ل 1 ميجا سرعه؟ حقيقه الباقه بتكمل معايا الشهر مستريح جدا، وده بتعرفه من خلال الموقع بتاعهم. هبقى اسيب لكم طبعا الطريقه بالتفصيل ازاي تدخل على موقع وي وتشوف استخدامك. طبعا لازم يكون ليك اكونت، وانت لو ليك اكونت مسافه ما بتخش، مسافه ما بتلاقي العداد بتاعك كام يوم واستخدمت كام ميجا. ده كله كلام بسيط. الطمع يخليك تفكر بدل ما بتدفع 282 جنيه، طب ما ندفع 240 جنيه. ومش بس كده، ده انت هيضاف لك 50 جيجا كمان. يا ابني ما انت لسه ما بتكملش الباقه يا سيدي، هنبقى نتصرف ساعتها، نبقى نشوف اي حاجه عايزه تتحمل نحملها. طبيعي بتصحى من النوم تاخد قهوتك تقعد تتصفح سوشيال ميديا الكلام ده كله، وطبيعي برضو بتلاقي النت فاصل. ايه الجديد؟ قلت والله اتسلى كده، بدل ما انا قاعد مش لاقي حاجه اعملها اكلم خدمه العملاء اشوف انا مزعلهم في قاطعيني النت ليه. فاركة للسلك مثلا، قمت رافع السماعه عليهم. الو السلام عليكم، حضرتك بس اقدر اعرف النت فاصل ليه؟ مشكله عامه. طب قدامها قد ايه المشكله دي؟ معلش ساعتين. طب طالما انا فاضي ساعتين بقى ندردش شويه، كلمني شويه بقى عن وي سبيس والسرعات الجديده والحاجات دي كلها. الراجل الصراحة ما تأخرش عليا وقال لي بمنتهى الاستفاضة ان السرعات الجديدة دي هتديك باقات اكبر باسعار اقل. طب يا فندم انا الراوتر بتاعي يقدر يتحمل 30 ميجا بير سكند. الراجل مشكورا، رقمك كام؟ انبحث على الرقم. هوب، والله انت خط حضرتك مش هيستحمل اكتر من 16 ميجا دول. طب حضرتك يعني انا اقدر احول طيب ولا اعمل ايه؟ قال لي لا حضرتك والله احنا عندنا، انت دلوقتي على خط الـ ADSL او خطك مشترك بالـ ADSL، فانت ممكن تروح السنترال تشتري راوتر VDSL وتحول، فبالتالي هيوصلك ال 30 ميجا. بس في حاجه الراجل قالها لي غريبه جدا، قال لي انت الخط بتاعك هيتحمل 16 ميجا ومش هيوصل لك غير 16 ميجا حتى لو جبت الـ VDSL. قلت له ازاي ده حضرتك؟ قال لي هو كده. قلت له ازاي ده، انا الخط بتاعي فايبر، ده المشكله اللي كانت موجهاني من زمان جدا في المنطقه بتاعتنا سنترال معادي واحد، ان انا مش عارف ادخل نت من 2005 ل 2009 عشان الخط فايبر، والنت ساعتها كان بيدعم النحاس بس، واكيد حضراتكم عارفين المشكله دي. قال لي والله يا فندم هو ده اللي عندنا وبتاع وروح. والله ما كدبتش خبر، لبست ورحت السنترال، ومن هنا كانت المفاجاه الحقيقه. لا بطبل ولا هما شاحنين لي كارت بخمسة ولا أي حاجة. الحقيقة من وأنا بطلب رقم لخدمة العملاء لقيت مستر جورج واقف، وأتمنى إن هو يكون بيشوف الفيديو ده عشان الموظفين كلهم الصراحة يبقوا مثال، أو هو يكون مثال يحتذى به لكل الموظفين في الشركات المختلفة. الراجل واقف بمنتهى حب العمل والتفاني فيه، قال لي أمر يا فندم من قبل ما أطلع الرقم. قلت له والله انا حصل مع موظف الكول سنتر بتاعكم كذا 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 كذا. قال لي يا فندم بص باختصار شديد جدا،
خد رقم وتعالى نتشيك على الرقم بتاعك. قلت له ما هو تشيك قصدي ما هو شيك على الرقم. قال لي لا لا تعالى بس عشان بيبقى فيه ايه ساعات كده غلط في البيانات. قلت له ان انا عايز احول الخط من خط بيستحمل 16 ميجا سرعة بس، الخط بتحمل بقى up to 100 ميجا. قال لي طب تعالى شيك الراجل على الرقم مشكور، ووراني بعناية ان الخط يستحمل 100 ميجا. طب هو ليه كان بيعمل كده وبتاع والكلام ده كله؟ قال لي بص هو ساعات بيبقى ايرور في البيانات والكلام ده. قلت له طب ما فيش مشكلة، يعني انا ايه المطلوب مني دلوقتي؟ قال لي حضرتك هتدفع فاتورة الشهر الجديد على السرعة اللي انت هتحول عليها. وكان فاضل حوالي 3 ايام، وبرضو كانت المفاجأة لقيت مخصوم من الاشتراك عدد الايام اللي انا، يعني انا رايح بدري 3 ايام لقيت مخصوم من الاشتراك عدد الايام دي. فالصراحة كان يوم كله مفاجآت كده، وتحس ان ربنا راضي عنك يعني شتى الطرق الحمد لله. خلصت. قال لي والله احنا عندنا نوعين من الراوترات، الهاي اند بتاعنا ب 600 جنيه والميد اند بتاعنا اللي هو زي الميد رينج في الموبايلات كده ب 400 جنيه. طب بصيت له كده، يعني انا هدفع 240 جنيه و 400 جنيه، يعني 640 جنيه، يعني داخل خلاص في ال... لا لا. قلت له بص حضرتك خلاص انا مش. قال لي بس في حاجه، احنا عندنا خصم على راوتر الميد اند بدل ما هو ب 400 جنيه هينزل 50% يبقى ب 200 جنيه. ايه رايك في العرض ده؟ قلت له حلو قوي. فبالضريبه بكله كنت دافع 228 جنيه للفي دي اس ال عشان خطك او الراوتر اللي عندك يعني محكوم بسرعه معينه، فده هيفتح لك السرعه اب تو 100 ميجا بير سكند. عجبتني التجربه جدا الحقيقه، واشتركت في باكت ال 250 اللي هي بتوصل سرعتها ل 30 ميجا في الثانيه. الموضوع ما خلصش لحد كده. طيب النت لسه فاصل، يعني انا عمال اشتري في راوترات واغير سرعات وبتاع والنت لسه فاصل. انا باجي ادخل على اي صفحه يعني تصفح عادي بيدخلني على صفحه الراوتر ويقول لي الراوتر مش قادر يتصل بالانترنت. فدي كانت مشكلة عامة فعلا، والناس مشكورين حلوها بمنتهى السرعة واشتغل النهاردة. يا عم طاهر خلاصة الكلام، نحول الباقات الجديدة ولا انت ايه رأيك في الموضوع؟ بص هي الباقات الجديدة ليها مميزاتها وليها عيوبها. اول ميزة ان انت هتقلل اشتراكك الشهري، تمام، وهتاخد سرعات اعلى. حلو قوي كل ده تمام، فانت ادرى الناس بحالك. لو انت شغال على 100 ميجا وال100 ميجا على السرعه القديمه ما بتكفكش، لان السرعه لما بتعلى انت النت بيغريك، فهتبقى عمال تعمل داونلود عمال على بطال، ولما تعمل داونلود عمال على بطال هتنزل ل 256 كيلو بايت في الثانيه. عارف يعني ايه 256 كيلو بايت في الثانيه؟ يعني مش هتعرف تعمل لايك على الفيسبوك يا مؤمن. فانت ادرى الناس بحالك، لو ال100 جيجا مش بيكفوك ممكن تطلع شويه وتشوف، وهحط لك الاسعار او احط لك لينك للاسعار وتشوف الباقات والكلام ده كله. بس في النهايه انا سعيد جدا بالتجربه دي، وتعالوا نشوف العلبه دي جواها ايه في الانبوكسنج ليها. دي طلعت في الفيديو اكتر مني الحقيقه، ونتعرف على محتويات العلبه وبيجي ايه مع الراوتر وهنستفيد بيه في ايه. يلا بينا. طيب ده طبعا دي علبه الراوتر اللي كانت طالعه معانا طول الفيديو، وحاطط طبعا زرع موف عشان الجو العام يعني. طيب اوكي خلينا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الكتيب طبعا اللي فيه الارشادات اللي كلنا عارفينها، فعشان كده ما بنقراهوش. وادي الراوتر، والله شكله حلو يعني، هو يعني ميد اند او كل حاجه، بس هو طبعا يديك على هاي اند، ف هواوي كمان يعني، ف يعني تحس ان الشركة ورايا. طيب طبعا 4 بورت، ده اللاين وده اللي بتحط فيه الادابتر، وطبعا بيدعم الواي فاي وبيدعم حاجات حلوة، وفيه هنا يو اس بي عشان لو انت عندك فلاشة. يعني انا صراحة عمري ما استخدمته، بس انا يعني اعرف ان هو بيستخدم في حاجة من الاتنين، يا اما انت مثلا عندك فلاشة نت، يا اما مثلا هيتعمل له سوفت وير ابديت، ماشي. وده طبعا الزرار اللي بنعمل له ريسيت منه لاعدادات الراوتر. طيب خلي الراوتر هنا ونشوف باقي محتويات العلبه. طيب دي الكرتونه طبعا اللي هي بتبقى شايله الراوتر،
هنبص بقى هنلاقي هنا شوية حاجات حلوة قوي. سبليتر، عشان لو انت عندك خط ارضي تقدر ان انت تشغل الخط الارضي مع الراوتر من غير ما تخسر حد فيه. السبليتر الاصلي ده بيبقى غالي بالمناسبة يعني، فحاولوا تحافظوا عليه. دول طبعا سلكين عشان لسه زي ما احنا قايلين، واحد هيروح من السبليتر للراوتر وهكذا بقى، انتوا عارفين يعني. ده طبعا السلك الاصلي عشان لما تيجي تاكتف الراوتر هتوصله باللاب او بالكمبيوتر، وده انا تقريبا عندي منه 5 جوه. ودي القاعدة او الستاند بتاع الراوتر، وطبعا ده الستاند بتاع الراوتر، وهو هنا مدي سهم ان دي هتبقى قدام ماشي، ف بتركب بالشكل ده كده ونقدر نوقفه بالشكل ده تمام. ده طبعا الادابتر بتاعه، واوي برضو اكيد طبعا، اتناشر فولت، واحد امبير. دي كانت محتويات العلبة، وده كان فيديو النهاردة. لو الفيديو عجبكم بقى ما تنسوش تعملوا لايك، اشتركوا في القناة لو حبيتوا، فعلوا زر الجرس عشان تتابعوا كل جديد، وشاروا الفيديو عشان الناس تعرف اكبر استفادة ممكنة، واستنوني في فيديو جديد هنقل لكم تجربتي تماما مع السرعات، وهل وصلت ل 30 ميجا بايت في الثانية ولا لا. سيبكم في حفظ الله ورعايته، وعلى لقاء بإذن الله تعالى في فيديو جديد.